قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. في رمضان أنزل القرآن والكتب السماوية، في رمضان الشفاعة بالصيام والقرآن، في رمضان التراويح والتهجد، في رمضان التوبة وتكفير الذنوب، في رمضان تصفد الشياطين، في رمضان تغلق أبواب الجحيم وتفتح أبواب الجنان، في رمضان الجود والإحسان والعتق من النيران، في رمضان الصبر والشكر والدعاء، في رمضان مضاعفة الحسنات وليلة القدر، في رمضان الجهاد والانتصار. فكيف لا يفرح المؤمن بشهر هذا بعض ما فيه؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن عثيمين رحمه الله: الحكمة من الصيام ليس أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والنكاح، ولكن كما قال الله تعالى: لعلكم تتقون. وما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور هو كل قول محرم، وقوله والعمل به أي بالزور أي كل فعل محرم، وقوله والجهل أي العدوان على الناس وعدم الحلم. فالمطلوب منك ومنك ومني تحقيق تقوى الله جل في علاه. تقوى الله الغاية المنشودة والدرة المفقودة، والآخرة عند ربك للمتقين. فلا تنسى وأنت تصوم رمضان أن الله يريد أن يجعلك بالصيام مثال القوي الأمين، فحذار حذار أن ينسلخ عنك رمضان وأنت الضعيف الخائن. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا فيه من أهل ليلة القدر وممن نال فيه عظيم الثواب والأجر.